مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك في البدايه، وعايز اطمن منك على اخبار الفريق واستعدادات الفريق لمباراه سيراميكا. ما كانش فيه وقت ما بين مباراه سموحه وسيراميكا، بنتكلم في 48 ساعه. وكولر في المؤتمر الصحفي حتى لما الناس سالته على ازاي بيتم تحضير اللاعبين وتجهيزهم للمباريات وحتى لو في نواقص فنيه، قال ما عنديش وقت نتيجه ضغط الماتشات، وكل ده احنا لسه في بدايه الموسم ولسه ما دخلناش حتى في المباريات الافريقيه. فانت حضرت التدريب امبارح والنهارده مثلا، ايه اللي شفته في التدريبات وشايف الوقت ضيق جدا ما بين مباراه سموحه وسيراميكا، والجديد عندك بالتاكيد من الاخبار من خلال متابعتك لمران الفريق حاليا دلوقتي؟ بالفعل زي ما ذكرت محمد، يمكن دي كبير جدا للوقت، يعني حتى السيستم اللي متعودين معاه على طول مع مستر مارسيل كولر انه بيدي على طول تاني يوم الماتش بيبقى فيه تدريبه خفيفه وبعد كده يوم اجازه وبعد كده بيواصل التدريبات. ولكن طبعا نظرا ان كل اللي بيعملين ماتش سموحه وكمان على طول سيراميك كليوباترا هم كانوا يومين، فامبارح المجموعه اللي لعبت المباراه والتغييرات ادوا تدريب خفيف بجيم، وبقيه اللاعبين ادوا تمرينهم العادي في الملعب، ومن بعدها على طول بقيه اللاعبين انضموا في فقره التقسيم وهي اخر فقرات التمرين. وكان في كمان محاضره فيديو امبارح اتكلم فيها بشكل كبير جدا عن كل الاخطاء اللي الفريق وقع فيها سواء في مباراه فاركو ومن بعدها كمان مباراه سموحه، وطبعا اهم نقاط القوه والضعف في المباراه القادمه امام سيراميك كليوباترا باذن الله غدا. تدريب النهارده برضو ابتدى بمحاضره للجهاز الفني، ومن بعدها كمان محاضره كابتن سعد حفيظ في ارضيه الملعب، اتكلم مع اللاعبين عن اهميه المباراه واهميه هذه المرحله من عمر المسابقه، خاصه زي ما قلت وذكرت محمد في ظل ضغط المباراه وما عندكش رفاهيه الوقت خالص، انت بتلعب مباراه لو لحقت تريحت يوم بتريح، ما لحقتش كمان بتواصل زي المباراه وكمان مكمل زي ما انت شايف عندك بعد كده يوم الاثنين مباراه بيراميدز ومن بعدها كمان مباراه ام بي يوم الخميس، فضغط كبير جدا للمباراه. نفس الضغط بتاع الاسبوع دوت هيتكرر الاسبوع الجاي، وزي ما انت قلت احنا بنتكلم في الاسبوع العاشر غدا ان شاء الله، فيعني فتره ضغط كبيره جدا ما بتلحقش. اما الحاله المعنويه للاعبين ففي حاله تركيز تام جدا على المباريات القادمه كلها، مش بس مباراه سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا باذن الله، ولكن ده كان كمان كلام الجهاز الفني كابتن سعد حفيظ مستر مارسيل كولر مع اللاعبين، اهميه هذه المرحله، التركيز، كل ثلاث نقاط هم اغلى ثلاث نقاط في الموسم، اخذ كل مباراه على حده وان شاء الله يكون التوفيق معاهم. كمان عايز اطمنك ان جميع اللاعبين في التدريبات باستثناء اكرم توفيق اللي يمكن النهارده كان حريص على زياره التدريبات اللي موجوده، وده اكدوه للدكتور احمد ابو عابله رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي ان اكرم حاليا بيجري عمليات علاج طبيعي بشكل كبير جدا في برنامج موضوع له، حتى يتم يعني اجراء العمليه ليه ان كل يوم في برنامج موضوع له وعلاج طبيعي بيتم عمله عشان طبعا العضلات ما تتاثرش الحين ان شاء الله اجراء العمليه في وقت قريب جدا. كمان اكرم كمان طاهر محمد طاهر خلاص في اخر مراحل التاهيل، قريبا جدا هيكون مع الفريق باذن الله ماشي بمعدلات اكثر من رائعه في برنامجه. كمان بيرسي تاو عايز اطمنك عليه واطمن كل جماهير النادي الاهلي ان ماشي في البرنامج كمان اكثر من ما كان وضع ليه، يعني المعدلات اللي كانت موضوع عليه هو تخطاها وماشي بشكل كويس جدا، وقريبا باذن الله هيكون موجود مع الفريق واصابته تشفى بشكل تام باذن الله رب العالمين. بقيه اللاعبين زي ما قلت لك كله موجود في التدريبات كله مركز طبقا لكلام الجهاز الفني كابتن سعد حفيظ مستر مارسيل كولر، مرحله مهمه جدا زي ما انت شايف يا محمد، بتتكلم في كل يومين او ثلاث ايام مباراه، ان شاء الله يكون بس التوفيق مع فريق النادي الاهلي وربنا يسلم لاعبينا من الاصابات، واعتقد ان شاء الله ان الامور هتمشي كما خطط لها باذن الله رب العالمين، وكل ثلاث نقاط ان شاء الله يكونوا حوزه النادي الاهلي باذن الله. باذن الله. طيب في مجموعه لاعبين من قطاع ناشئين تم تصعيدهم النهارده في التدريبات ولا المعلومه دي مش موجوده؟ لان انا النهارده سمعت ان في ممكن لعيبه من قطاع ناشئين يتم الاعتماد عليهم خلال الفتره اللي جايه. اللي موجودين يا محمد هو المجموعه اللي موجوده بالفعل مش حد جديد، خاصه مع ضيق الوقت، يعني لما بيكون في وقت كبير جدا توقف او حاجه مستر مارسيل كولر بيطلع مجموعه كبيره من اللاعبين زي ما انت بتقول يشوفهم ويتابعهم، ولكن دايما يعني اخر يعني يومين قبل اي مباراه بيكون في تركيز كبير جدا مع المجموعه الاساسيه اللي بيكون كان في قوامها بالكثير او 25 لاعب موجودين سواء من قوام الفريق الاول او حتى لو في حد موجود من الناشئين، فبقى المجموعه اللي بيتم الاعتماد عليها بشكل كبير جدا والجهاز الفني شافها سواء في مباراه وديه او مباراه رسميه. ولكن زي ما قلت لك في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات بكل يعني وجود عدد كبير او انه يتفرج على عدد كبير فده ما بيكونش حاصل، واخر مره بس كان على طول يعني بعد مباراه فاركو لما كان مجموعه كبيره من مواليد 2005 و2003 وعملوا ماتش ودي مع الفريق الاول او المجموعه اللي ما كانتش لعبت مباراه فاركو، ولكن باستثناء كده في ظل ضغط المباريات بيبقى في اختصار كبير جدا للعدد، وبقى يعني الكوتش مركز مع مجموعه قليله جدا من اللاعبين عشان ينفذ يعني الفكر بتاعه، وكمان يكون في شرح خاصه محمد ان دايما بيبقى في محاضرات سواء بالفيديو او محاضرات نظريه الراجل بيتكلم فيها على الاخطاء وبيصححها وكمان بيتكلم فيها عن الخطط اللي ناوي ان شاء الله يعني يطبقها في المباريات المقبله باذن الله رب العالمين. طيب عايز اطمن منك يا محمد على عمار حمدي، دخل التدريبات الجماعيه
ممكن نشوفه امتى حتى كده في اول قائمه ممكن ينضم ليها؟ هو عمار موجود بالفعل بقاله فتره كبيره جدا مع الجهاز الفني وبقيه اللاعبين، بيأدي التدريبات يا محمد بشكل كامل 100% سواء التدريبات البدنيه او التدريبات الفنيه، ولكن يعني اشراقه او دخوله قائمه المباراه دوت يعني يتبقى فقط ان مستر مارسيل كولر يشوف ان هو مؤهل لدوت او وصل للحاله الفنيه والبدنيه اللي هو يقدر يكون موجود معاها وينافس زمايله، هيكون موجود فورا، ولكن هو موجود بشكل تام بيلعب مع اللاعبين، موجود طيب في التقسيمات، موجود في التدريبات البدنيه. وانت بتتكلم معايا بس عايز اشير للصوره اللي قدامنا، يمكن دي من التدريب الاهلي في التتش. اكرم توفيق يمكن حضر النهارده، هو قدامنا زي ما انت قلت في البدايه وبيتابع التدريبات، وانا قلت في بدايه الحلقه اكرم توفيق حاليا في برنامج كده تحفظي طبي بيتم يعني الخوض فيه من خلال الجهاز الطبي قبل السفر ان شاء الله خلال الفترة الجاية إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية. ممكن السفر يبقى نهاية الأسبوع منتصف الأسبوع القادم، لكن أكرم حريص على التواجد في النادي يوميا للتجهيز والتحضير أكيد لكل التفاصيل دي. معلش أنا بس الصورة فرضت نفسها يا محمد، فكان لازم أتكلم عليها وأنت معايا. بالفعل يا محمد انا اكرم من اللعيبه الرجاله العزيز على كل قلوب الاهلاويه، زي ما قلت لك من دي وان من ثاني يوم الاصابه على طول، واكرم شغال مع الجهاز الطبي والجهاز التاهيلي هنا في النادي الاهلي، بيجري يعني برنامج محطوط له بشكل كامل انه يشتغل عليه لغايه اجراء العمليه بحيث ان هو ما يتعطلش يوم واحد. يعني يمكن ان شاء الله اكرم يرجع سريعا، وده اللي اتعودنا عليه سواء في الاصابه الاولانيه وان شاء الله كمان يتكرر في الاصابه الثانيه، ويكون بيرجع بسرعه. اكرم من اللعيبه الرجاله، اللعيبه اللي عندها روح وعايزه تكون موجوده مع الفريق في اسرع وقت ممكن، زي ما انت قلت كل يوم متواجد في النادي يعني مواظب على برنامجه التاهيلي لحين اجراء العمليه ان شاء الله، وباذن الله يكون معانا في اقرب فرصه ممكنه، وباذن الله يعني يكون كل اللاعبين في احسن صحه، وان شاء الله يكون كل حالتهم البدنيه والفنيه اكثر من رائعه، وان شاء الله يحققوا كل طموحات جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه. محمد اخر حاجه اللي كنت بتتكلم عليها قبل ما تختم كلامك كان عمار حمدي نزل خلاص تدريبات جماعيه، بيخش في التقسيمه الفنيه كمان، يعني بيخش في تدريبات الكوره وبيخش في التقسيمه وفي احتكاك مع زملائه، كل ده بيدينا مؤشر ان يعني بنتكلم في ايام ان شاء الله ويكون موجود في القائمه باذن الله. بالفعل يا محمد هو من الناحيه الطبيه هو جاهز 100%، بيشارك في التدريبات بنسبه 100%، مشاركته من عدمها زي ما قلت لك ان الجهاز الفني يتاكد بس ان هو لياقه المباراه، اللياقه الذهنيه، اللياقه الفنيه موجوده وبشكل تام، يقدر ينافس كمان زمايله اللي بيلعبوا في نفس مكانه. انت عارف طبعا ان انت بتتكلم في يعني بنتكلم في يعتبر في منتصف الموسم، كل اللاعبين واصلين لفورمه عاليه، فطبعا اكيد مش هيدخل عليهم لاعب غير لازم يكون مستواه معديهم كمان، فباذن الله بمجرد انه يوصل لهذه الحاله الفنيه والبدنيه ان شاء الله يكون موجود، ويكون باذن الله عونا اللي بقيت زملائه، وخاصة انت شايف يا محمد في ضغط المباريات وانت كمان داخل على كاس عالم الانديه ومن بعده كمان بطولة افريقيا، ففي ضغط كبير جدا ان شاء الله كل اللاعبين يكونوا في حاله فنيه وبدنيه كويسه جدا، وباذن الله كلهم يكونوا موجودين ويحققوا كل طموحات جماهير النادي الاهلي زي ما قلت لك. زميلي العزيز محمد توفيق، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والايضاحات من ملعب التتش بالجزيره.